لكل شخص عادات وطقوس كان يمارسها برمضان، وبسبب الهجرة واللجوء اضطر لأنه يتركها. سؤالنا اليوم، شو هي العادة والطقس اللي كنت تعيشه برمضان سوريا وانحرمت منه بعد ما طلعت؟ رمضان بوب وحلقة جديدة. رمضان كريم. رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم يا رب الصحة والعافية. الله يسلمك. من حضرتك؟ أنا من لبنان ومن سوريا. جميل، لبنان وسوريا. طيب اليوم سؤالنا نحن عن العادات والطقوس اللي كنا بنعيشها ببلدنا واضطرينا لما لجأنا، لما هربنا، لما نزحنا، لما طلعنا برا البلاد إنه نفقده بسبب الظروف. شو هاي العادات والطقوس؟ أولاً الحياة مختلفة بين سوريا ولبنان وتركيا بكتير محلات. يعني أول شيء نحن فقدنا هون تجمعات، اللقمة الطيبة، الجار يحب جاره، العالم تخاف على بعضها، الناس اللي كنت عمره يعني بلبنان وبسوريا ما كنا نعرف أنت من وين وأنت من وين، كنا بلد واحد يعني عايشين مع بعض. اليوم اختلفت السياسة، خلتنا نختلف بكثير محلات، أول شيء بالأديان، بالطوائف، باللون، بالأكل، بالشرب، العالم بطل تحب بعضها. الله كان لمة العائلة هي الأولوية، يعني كنا سفرة رمضان، الأب، الأم، الأخوة، الخوات، يعني كنا نلتم كلياتنا على سفرة واحدة، يعني هي بهي الغربة هيك فقدناها. يعني بداية شهر رمضان مثلا، توزيع الأكل، الشيء المودة بين الناس، مثلا هذا بيودي سكبة لهذا، هذا بيجيب سكبة لهذا، إيه. والعادات والأهم هي صلة الرحم، يعني تلاقي صلة الرحم موجودة برمضان، تلاقي العالم الزيارات كذا كله متواجد. هاي القصص كلياتها بعد ما طلعت من دار الزور يعني بشكل شبه كامل انفقدت. نعم، هلا يعني سبحان الله تحس هون بالغربه ما في مثل قبل، يعني لا انه الزيارات، صار اغلبيه التواصل على مواقع الاجتماعي، يعني هلا اللي بده يزور حدا، اللي بده يتواصل مع حدا، حتى اللي بده يعايد حدا كله على التواصل الاجتماعي. اخي الكريم، كنا بحلب يعني عايشين اجواء حلوه. اولا فرضنا لما اول اداء بنص ساعه كنا هيك نتم بالشوارع هيك نشوف بعض الجيران، نحكي نلقى جنب ما انه يقدر، وهذا ياخذ الارز دود، وهذا ياخذ المعروف، وهذا ياخذ هذا حتى يدخل. فهالامور كلها رمناها هون. العالم هلا صايره هون تنطر بعضها على دقره، حبيبي يعيني بوجهك بقفاك، ربك يعلم شو بيحكي. طيب شو اللي بدنا اياه لترجع هاي الامور مثل ما كانت؟ اول شيء الهدوء، التفكير، تأني بالكلام مع الأشخاص، ويرجعوا جمعوا مرة تانية، ما بقى استرجعوا لبعضهم فرصة حلوة. بس بوجود السياسي اليوم كان بلبنان أو بسوريا، حنحكي بالمشاب راحي، بوجود الكرسي الأساسي تبع الأسد والكرسي الأساسي تبع عون وحزب الله وهول الناس اللي عم بفوتوا كلها ببعضهم مع الحكم الإيراني والساحات، المعارك الإيرانية اللي عم بتصير على ساحات بلادنا، مستحيل نرجع مثل ما كان، مستحيل نرجع بلادنا مثل الأول، إلا إذا حطينا إيدنا بإيدان بعض وشلنا، إذا أنت سوري أو أنا لبناني أو أنت من أي بلد قريب يعني على بلاد الشام، فينا نقول ترجع كل شيء مثل ما كان وأحسن. والله ما بعرف، يعني هي حسنة هون، يعني هالمنطقة كان أجواء سورية نفس أجواء حلب. نفس أجواء حلب؟ إيه، هون نفس الأجواء تقريبا. طيب شو بتفرق غير أجواء، غير هون السوق مثلا، الفطور، السحور، التراويح، السهرات؟ هلا هون مبدأ يعني تقريبا نفس الشيء، بس هنيك الجيران، الأهل جنب بعضنا، يعني سكبات لبعض هيك شغلات، ايه بيعملوا جو نوعا ما، ما بتحس حالك انك انت بغربة. هلا ليك كلمة اللي بتلاقي سوري مثلا، كل محل سوري، الأكلات، الأكلات الدمشقية، الشامية، كلها بتلاقيها، يعني هذا نوعا ما بيخفف نوع من بيشيل عبء كبير انه تنسى غربتك، تنسى شوي وجعك، تنسى قهرك، يعني بيساعد. والعادات، لنرجع للعادات والتقاليد، يرجعوا يتجمعوا مثل الأول، في تجمعات بس العالم عم تقعد، بس لأنه هي محتاجة إنه بس تقعد لحتى تأكل، تأكل بتشرب تحمل حالك بفل. المهم المعرة، الله حي، لما طلعنا قريبين وقف لشيخ، طلعنا قريبين من بيت مين؟ بيت أبو العنب. الله حيه. جميل. طيب أكثر عادة بالمنطقة الشرقية هن تشوف اللحمة والتكاتك وتحس بأجواء رمضان الحقيقية. هون في
يعني اختلاف بسيط، يعني ما تشوف اللحمة، التجمع الناس شيء قليل اللي تشوفه عند الجوامع وما ذكرت. يعني من كل حي تفوت تلاقي صيوان كبير، بيت شعر للرايح وللجاي، حتى ما توقف غصبا عنك ما تنزل تاخذ اكلك معك وزادك معك تاكله. المهم بدك تاكل تفطر. المهم بدك تفطر. طيب باقي الطقوس بعد الافطار، موضوع التراويح، صلاه التراويح، موضوع قبل السحور، شو في قصص وطقوس خاصه فيكم؟ بعد صلاه التراويح طبعا لمه الاقرباء، السيار، الاقارب، نتناول السيار، نتناقش اليوم بكره عندي عزيمه، بكره عندك، شو صار معك اليوم. هاي كلها تنفادت. الله الحسكه، واتمنى ان شاء الله ترجع الحسكه مثل ما الحسكه اللي الناس تعرفها. من وين حضرتك؟ من تونس. الله حيو اهل تونس. هلا هلا وسهلا. اليوم سؤالنا، احنا اوريان، قناه تلفزيونيه سوريه، سؤالنا عن الطقوس والعادات الخاصه ببلدكم. تمام. ومي موجوده بالبلد اللي عايشين فيه انتم هلا حاليا، فشو في طقوس خاصه باهل تونس مي موجوده هلا او ما بتقدروا تعملوها بتركيا؟ والله يعني بكل انا معكم معي زوجتي هنا، كل شيء عايشينه الحمد لله في البيت وحالنا، فهمت؟ هاي والباقي الجو والدنيا كل مشكله في تونس. تونس تكون احلى العادات والتقاليد والسهريات والجو الرمضانيه. هلا بعد الافطار، بعد الافطار شو بتعملوا بتونس بعد الافطار؟ بتونس اغلبيه بعد الافطار نمشوا لصلاه التراويح، ومن بعدين نمشوا نسهروا مع العائلات هكا في جيران، ولا نمشوا نسهروا مع العائلات في دارنا، ولا نمشوا للمقاهي هكا نسهروا في المقاهي هيك شيء. لهنا ما في شيء، يعني حتى صلاه التراويح مش نفس اللي يصليوها في تونس.